الأهلي يفاوض فايلر 20% زيادة في الرواتب وشرط جزائي من أجل التجديد والعروض الخليجية والأوروبية كلمة السر في الصفقة. طيب خلينا نقول لحضراتكم إن كل دي اجتهادات. كل دي اجتهادات. الملف ده مش مطروح دلوقتي خالص. وخلينا نأكد على حضراتكم ونفكر حضراتكم بسياسة النادي الأهلي. الأهلي ما بيحاسبش بالقطعة سواء بالسلب أو بالإيجاب. إزاي يعني؟ يعني السنة اللي فاتت مثلا ممكن البعض كان بينتقد مستر لاسارتي. هل الاهلي من انتقادات مستر لاسارتي او من الاداء اللي ممكن ما كانش حلو قوي في الحقيقه مع مستر لاسارتي، هل الاهلي قرر ومشى لاسارتي في نص الموسم؟ لا، ده كمل الدوري كله عادي، الموسم خلص وبعد كده ده قايم، لما خرجنا من كاس مصر امام بيراميدز ابتدينا نقيم وابتدينا ناخد قرارات، القرارات كانت في صالح الفريق انه يمشي مستر لاسارتي. طيب انت دلوقتي عندك وضع معاكس، وضع ايجابي، حتى الان مستر فايلر ماشي بشكل مميز جدا في الحقيقه مع الفريق في بطوله الدوري وبطوله دوري ابطال افريقيا كمان. مسيره جيده في البدايه، لكن هل الاهلي بيقيس ويقيم بالقطعه؟ لا، احنا لحد دلوقتي هي قطعه من ضمن قطاع بطوله الدوري او المسيره الخاصه بالفريق بشكل عام سواء محليا او افريقيا. ففي كل الاحوال انت لسه ما حكمتش، لسه مش عايز اقول ما حكمتش بس لسه ما قررتش انك تفتح الملف ده. فالكلام في الموضوع ده سابق لاوانه، واكيد في توقيت معين ممكن يقرر فيه النادي الاهلي تجديد التعاقد مع مستر فايلر. التوقيت ده احنا ما نعرفوش خالص، وده شأن اكيد داخلي، والحاجات دي يا جماعه بتبقى سريه جدا جدا ومحدش بيقدر يعرفها في الحقيقه يعني. فده امر مهم يعني. ولجنه تخطيط طبعا هي اللي بتدرس الامور وهي اللي بتقيم من خلال كابتن محمود الخطيب طبعا المشرف على الكوره، كابتن محسن صالح رئيس اللجنه، كابتن زكريا نصف وكابتن خالد بيبو اعضاء لجنه التخطيط للكوره بالنادي.